الحمد لله والشكر لله. النتيجة بصراحة كنا في بعض فترات من المباراة، خاصة الشوط الأول كنا الأفضل، ضيعنا أكتر من 4-5 فرص كنا ممكن نقتل المباراة بصراحة، ولكن عدم التوفيق مش محالفنا، مش بس المباراة الوداد بصراحة، حتى مباراة الفتح تروح ب24 في قرصة تضيعها وتيجي فرصة عليك تخش، عدم التوفيق بقى 4-5 مباريات بصراحة مش معانا. يمكن المباراة الوحيدة بقالنا فترة كمان 6-7 مباريات بيحصل لنا طرد، ولكن بقول الحمد لله مش عايزين نفكر في اللي فات، ماتش كمان يومين، عايزين نفكر في اللي جاي. اللي جاي أصعب، تلعب خريبجة على ملعبك، ربنا مديك فرصة تاني ان انت تفضل الرابع زي ما انت بعد الهزيمة، ولكن بشكر اللاعبين على مجهودهم اللي عملوه. بتلعب كل يومين، تلعب الوداد في الوداد، الوداد ضيعت فرص كتير، ولكن عدم التوفيق حتى في احراز الاهداف اللي احنا جات فينا، ولكن نفكر في اللي جاي ان شاء الله. عندنا مباراه مهمه في حاله الجمهور بتاع اسفي في مباراه خريبجة، شجع اللاعبين من اول دقيقه لاخر دقيقه حتى لو جه في الجول، غير كده لا. اللعيبه صغيرين، انا قلتها مليون مره، اللعيبه ما عندهمش الخبرات الكافيه، اللعيبه الضغط بيأثر عليهم بشكل كبير جدا، محتاجين التشجيع. وبعد كده السنة الجاية إن شاء الله في أمور تانية مختلفة بشكل كبير جدا، في ملاعب، في إمكانيات، في لعيبة. لو أنت بتفكر فاضل على الحلو دقة، تعبنا طول الموسم والجمهور تعب معانا كتير بره وجوه بكل أمانة، وكل المكتب وكل والرئيس والدنيا كلها، أنا مش عايز حتى أنتوا حتى الإعلام حتى، بس إحنا خفوا الضغط عن اللعيبة شوية، فاضل على خطوة خطوة، اللعبة مش متعودة على كده. طبعا انت ما عندكش تمرين، بس هي مباراة واحدة مش مباراتين، انا عندي مباراة واحدة، مباراة خريبك، فكرش في التانية دلوقتي، لان اللي جاي الله اعلم ايه. تكسب دي ان شاء الله وتعرف الفرقة دي، ممكن المباراة ان شاء الله السوالمة ان شاء الله ما تحتاج لهاش ان شاء الله، لسه في المباريات كلها بتتلعب مع بعض، ولكن ان شاء الله هو ربنا اراد ان احنا نتعب للاخر. فانت ما عندكش حاجه الا تتعامل مع اللاعبين نفسيا، وده اللي انا كلمت مع اللاعبين، لان اللاعبين متعصبين، حسوا ان هم تعبوا النهارده وعملوا مجهود كبير جدا وما استحقوش الهزيمه بصراحه 3-1. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.